الحرايا والخيمة اتنصبت والقمرايا في الليل ضحكت والشمسية معاهم سكتت جوه الكامب كلام وحديث جوه الكامب كلام وحديث توتي وأسد قطع العكس حبت ولاد على بنا بنانيكس توتي وأسد قطع العكس حبت ولاد على بنا بنانيكس هنغسل الاطباق وانا وكوكي وكارول هنحضر الاكل وانا ومرنا ويوستينا هنود بالخيام من جوه وانا اسمي مش موجود ولا ايه صعدت زي كل سنه اهو حراسه الخيم دي لعبتي وانا واندرو وفادي على تنظيف الخيمه من بره وانا هامله الزير يلا بينا ايه ده انتوا رايحين فين رايحين نشتغل ايه طيب وهنلعب امتى لما نخلص شغلنا ايه انا عندي بقى اقتراح عطأ انا بقلق من اقتراحات لا تنجدينا ده هيعجبك على الاخر نعم اتفضل احنا نخلي ناس تشتغل النهاردة وناس تشتغل بكرة وانا عن نفسي متطوع اني العب النهاردة واشتغل بكرة يا سلام ما ينفعش طبعا يا قطأ كلنا هنتعاون مع بعض وبعد ما نخلص شغلنا كلنا هنلعب مع بعض ايه ده احنا يعني لازم نتعاون يعني لازم يا قطر لان الشغل كتير وما ينفعش خالص مجموعه واحده تعمل عارف لو مجموعه واحده بس هي اللي عملت الشغل مش هيخلصوا خالص ومحدش فيهم هيلعب معنى كده ان التعاون مفيد ولما نتعاون مع بعض تبقى حاجه كويسه التعاون مفيد جدا مفيد قوي لعلاقتنا ببعض وكمان بيخلينا نخلص اسرع تعالوا نقعد احكي لكم حكايه حلوه قوي عن التعاون من الكتاب المقدس ايوه نقعد احسن انا تعبت خالص من الوقفه وراحه الجسم تبدا من القعاد يا قطط عارفين الحكايه دي فين الحكايه دي في اخبار الايام سفر اخبار الايام الثاني في الاصحاح الثاني الحكايه دي بتحكي عن ملك اسمه حورام اتعاون مع سليمان النبي في بناء الهيكل مين الملك حورام وازاي يتعاون مع سليمان النبي في بناء الهيكل الملك حورام ده يا قطقط ده ملك صيد وتعاون مع سليمان انه بعت له صناع شاطرين جدا يشتغلوا في النحاس وفي الفضه والقماش مش بس كده ده كمان بعت له خشب الارز اللي مخصوص علشان بناء الهيكل ووافق بسهوله دي يتعاون معاهم عارفه يا جوي مش بس ده وافق يتعاون ده كمان كان مبسوط قوي بانه بيتعاون مع الملك سليمان ده بعت له رساله وقال له حاجة بمعنى يعني يا بخت الشعب بيك قالوا كده لأن الرب أحب حقا شعبه ولاك عليهم ملكا ياه الدرجة دي كان عايز تعاون مع سليمان النبي غير كده كمان هو الشعب نفسه ما كانش يعرف يعمل كده لوحده يعني علشان يبني الهيكل كان لازم يجيب ناس تانية تساعده عارفين ليه كان لازم يجيبوا ناس تانيين يساعدوهم لأنه شعب بني إسرائيل ما كانش ليهم دراية كويسة بالصناعة كانوا شاطرين قوي في الزراعة لكن اللي كانوا شاطرين في الصناعة بقى شعب لبنان اللي هي كانت وقتها اسمها مملكة سور علشان كده كانوا محتاجينهم قوي انهم يساعدوهم ويتعاونوا معاهم وبكده كانوا بيساعدوا بعض ايوه كان شعب بني اسرائيل بيستورد الخشب والصناع المهرة من شعب لبنان لانهم شاطرين في الصناعة وشعب لبنان بيستورد من بني اسرائيل الاكل لانهم شاطرين في الزراعة يبقى كده تعاونوا دول بالصناعة ودول بالزراعة بالظبط كده يا تاني مش بس كده دول كمان في بونا الهيكل نفسه كان في رجالة من الشعبين بيتعاونوا مع بعض في تقطيع الخشب وتوصيله لمكان بونا الهيكل هو بكده بقى يبقى تم بناء الهيكل بتاعه
مش كده يا طنط دينا؟ قولي اه قولي اه. اه يا كوكي. اه انا كده فهمت. عن اذنكم بقى رايح فين يا قطر؟ رايح اتعاون مع اصحابي علشان نخلص شغلنا بدري. باي باي. ايه ده بس اصحابي كلهم هنا. يلا بقى يلا قوموا يلا يلا. لما تكون الشغلة صعبة ومحتاجة لوقت طويل لازم نبقى ايد واحدة وقت قليل هنعمل كتير. لما تكون الشغلة صعبة ومحتاجة لوقت طويل لازم نبقى ايد واحدة وقت قليل هنعمل كتير. علشان اتنين احسن من واحد زي ما الكتاب بيقول نشتغل نلعب ونساعد مع بعضنا في الخير عدو. علشان اتنين احسن من واحد زي ما الكتاب بيقول نشتغل نلعب ونساعد مع بعضنا في الخير عدو. مع بعضنا نقدر نكمل مع بعضنا نتحمل طول ما ايدينا تخدم بعض نقدر نتحدى كل الصعاب. مع بعضنا نقدر نكمل مع بعضنا نتحمل طول ما ايدينا تخدم بعض نقدر نتحدى كل الصعاب. علشان اتنين احسن من واحد زي ما الكتاب بيقول نشتغل نلعب ونساعد مع بعضنا في الخير على طول. علشان اتنين احسن من واحد زي ما الكتاب بيقول نشتغل نلعب ونساعد مع بعضنا في الخير على طول. كل واحد فينا مهم ومحدش من التاني اهم كلنا بنكمل بعض واللي مجمعنا هو الحب. كل واحد فينا مهم ومحدش من التاني اهم كلنا بنكمل بعض واللي مجمعنا هو الحب. علشان اتنين احسن من واحد زي ما الكتاب بيقول نشتغل نلعب ونساعد مع بعضنا في الخير على طول. علشان اتنين احسن من واحد زي ما الكتاب بيقول نشتغل نلعب ونساعد مع بعضنا في الخير على طول. علشان اتنين احسن من واحد زي ما الكتاب بيقول نشتغل نلعب ونساعد مع بعضنا في الخير على طول. يلا يا قطقط قطقط. ايه قطقط مش اتفقنا ستارت الخيمه دي نسيبها مفتوحه؟ ايه ده ايه ده هو حضرتك في ضيوف جايين لك ولا حاجه؟ لا عشان الشمس تدخل. ايه ده ايه ده الشمس تدخل الشمس تدخل الخيمه؟ ايوه. طب ازاي دي الشمس دي كبيره قوي ازاي تدخل الخيمه والخيمه صغيره قوي؟ طب اقول لحضرتك حاجه وبقول لي عشان اطلع استقبلها وهي جايه. لا يا قطقط انا قصدي حراره الشمس والضوء بتاعها هيدخلوا الخيمه. أيوة. مش الشمس نفسها. ايوه ايوه خلاص فهمت فهمت فهمت. اتفضل يا ضوء الشمس ادخل وهات معاك صاحبتك الحراره. هي الشمس فعلا كبيره؟ حجم الشمس حوالي مليون مره قد حجم الارض. ياه مليون مره. وضوء وحراره الشمس مهمين في حياتنا؟ طبعا الطاقه الحراريه والضوئيه مهمين جدا لحياتنا. يعني الطاقه الضوئيه هي اللي بتخلينا نشوف وتخلي النباتات تكبر، والطاقه الحراريه من غيرها كلنا نبرد وما نقدرش نعيش في الارض. من غير الطاقه الحراريه والضوئيه مفيش لا حيوان ولا نبات ولا احنا نقدر نعيش. اي طيب ايه اهميته للنبات؟ النبات بيعمل عمليه التمثيل الضوئي عن طريق ضوء الشمس، يعني بياخد ضوء الشمس والميه يسحبها من الجذور وثاني اكسيد الكربون من الجو فينتج الاكسجين المهم جدا لحياتنا. ياه ده على كده بقى الشمس مهمه قوي لحياتنا. طبعا لان الشمس هي اللي بتدينا الفيتامينات اللي بتخلينا نكبر بصحه كويسه
وهي كمان اللي بتقتل الجراثيم اللي في الجو. عشان كده جده بيقول البيت اللي بتدخله الشمس ما يدخلوش الدكتور. مظبوط. يا ولاد انا مبسوطه منكم جدا النهارده، انتوا خلصتوا شغلكم وكنتوا هايلين جدا. ايوه طبعا خلصنا علشان اتعاوننا. إيه طيب يا تنت دينا، مكافأة لينا بقى، عايزين نلعب احجية او بمعنى اخر حوازير او بمعنى اخر فوازير. ايوه فوازير، ولو اني ما فهمتش قوي اللي قطعت بيقوله ده، بس انتوا فعلا تستاهلوا مكافأة. طب نفكر في فوازير. ايه رأيكم اقول نتقسم الاول فريقين، وانا اقول لكم اسم او صفة او فعل مثلا، والفريق اللي هيقول عكس الصفة دي بسرعة جدا هو اللي يبقى كسبان. اوكي اوكي. طب احنا تقريبا متقسمين فريق كوكي وفريق قطعت. ايه وسيم، ركز يا وسيم، ها مش كل مرة نطلع الأخارة، كل حافظ وذاكر ونطلع الأخارة. خلاص يلا بينا نبتدي. هبتدي بسرعة. ملاك. شيطان. فريق قطقط يلا نشيط. كسول. كسلين. يسعد. يلعب. يتعب. يرتاح. يبكي. يفرح. سريع. بطيء للغاية. انا كنت بجاوب اسرع عشان كده كسبنا، بس انا كمان ساعدتكم. وانا كمان. لا احنا كنا اسرع في الاجابه. وانا كمان ساعدتكم. وانا كمان. يا اخوانا انتوا فرقه قطعت، بس احنا كنا اسرع. احنا اللي كنا بنجاوب اسرع كده. برضه يا اولاد كل واحد فيكم فاكر نفسه هو اللي كسب الفريق. فين التعاون اللي كنا بنتكلم عليه؟ انتوا كده عملتوا زي صوابع الايد. وهي صوابع الايد عملت ايه يا طنط دينا؟ لا 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 انا عايز اسال سؤال تاني. هي صوابع الايد عملت ايه يا طنط دينا؟ سؤال جديد كالعاده يا قطقط. ايوه. القصه دي مشهوره قوي، انتوا ما تعرفوهاش؟ لا 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 ما نعرفهاش. احكيها لكم. انتوا عارفين ان صوابع الايد دايما بتتعاون لما بتعمل اي حاجه، لكن جه في يوم الابهام وقف كده في وسط صوابع الايد وقال لهم يا جماعه انتوا شايفين ان انا واقف كده لوحدي، وانتوا كلكم محدش يقدر يقرب مني، الموضوع ده بقى لازم نحط له حد، انتوا كلكم لازم تبقوا عبيد عندي. حقيقي ده واقف لوحده كده اهو. ما تنزل بقى ما تكسفناش. لا يا قطقط، ما هو رد عليه السبابه قال له انا هنا اللي بأمر وبنهي، انا اللي بدي الاوامر والناس بتشاور بيا كده، يبقى انا اللي تكون لي الرئاسه. وبعدين في صباع بقى تالت مسكتش. الصباع الاوسط رد عليهم وقال لهم ايه اللي انتوا بتقولوا ده، انا اطول واحد فيكم، انتوا كلكم زي الاقزام جنبي، يعني انا احسن واحد فيكم. يا نهار. وبعدين يا طنط دينا؟ وبعدين بقى ابتدى البنسر يتكلم. البنسر يا ولاد هو الصباع ده، قال لهم لا 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 كل الكلام اللي انتوا بتقولوا ده ملوش لازمه، انا اغنى واحد فيكم، انا اللي بيتلبس فيا الذهب والمجوهرات وكل حاجه غاليه، يعني انا اللي اتكلم ومحدش هنا ليه كلمه غيري. وهو الصغير ده هيتكلم هو كمان؟ الصغير كمان اتكلم. الصباع الصغير الخنصر يا ولاد ابتدى كمان يتكلم، ولما ابتدى يتكلم كل الصوابع قعدت تقول هو الخنصر ده هيتكلم يقول ايه. هيقول ايه سي خنصر ده وسط الصوابع دي كلها؟ اقول لك يا قطقط هيقول ايه. قال لهم استنوا ما تزعلوش مني، يعني انا اصغر واحد فيكو، وانا مش واقف لوحدي يعني زي الابهام، ومش بشاور وبدي الاوامر زي السبابة، ولا انا اطول واحد فيكو زي الاوسط، ولا انا اللي بيتلبس فيا الذهب والحاجات الغالية زي البنصر، لكن انا فيا ميزة عنكو كلكو، انتو لما بتعملوا اي حاجة بتسندوا علي. عنده حق، احنا لما بنعمل اي حاجة بنسند على الخنصر. صح. طب ايه رأيكم يا ولاد في اللي حصل بين الصوابع ده؟ عارفين حاجه تكسف قوي، هما كمان اتكسفوا. بعد شويه كل واحد فيهم بص لنفسه وبص للتاني وحس انه غلط قوي، كلهم مهمين،
لان كلهم لما بيعملوا حاجه بيتعاونوا مع بعض عشان يعرفوا يعملوها. عارفين يا اولاد التعاون معناه اننا نعمل زي صوابع الايد الواحده، مفيش فرق بين اي حد فينا، لا في فرق بين قصير ولا طويل. ايوه انا عايزه ثواني يا طنط دينا على جنب كده. انا عايزه اقول لكم ان انا كده فهمت معنى التعاون. صح صح صح. اهلا بيكم يا اشبال ويا زهرات في محاضره جديده من محاضرات الكشافه في المعسكر. اهلا بيك يا كابتن باسم. لا احنا نبتدي نقوم من اولها، احنا عايزين ناس مصحصحه. اهلا بيكم. اهلا بيك يا كابتن باسم. برافو عليكم. النهارده بقى احنا هنتعلم حاجه جديده اسمها السبيه. ايه السبيه دي؟ عايز حد يساعدني؟ مين هيساعدني؟ السبيه دي غير يعني غير السبيه. لا غير السوبيا اللي بنشربها يا قطط. السوبيا دي دوره في الكشافه. ماشي جوي تعالى، يا جوي. اندرو تعالى يا اندرو. نمسك الشوم ده. يلا ايوه تمام. برافو برافو عليكم. خلي الشومه كده معدوله. تمام احنا قدامنا اهو ثلاث شومات. انا هبتدي واعمل وتديه وبعد كده زي ما انتم شايفين الف حوالين الشوم. يلا نشد جامد، ولازم الحبل الرابطة تكون جامدة. ألف حوالين الشوم. برافو عليكم. أيوة امسكوا جامد كده. تمام بعد ما بخلص اللف بعمل حاجة اسمها حزام. يعني ايه حزام؟ يعني ألف لفة جوه كده هو حوالينها هي نفسها عشان الرابطة أو الدورة تبقى جامدة. وبعد كده بقفل الدورة بتاعتي بإن أنا أعمل وتدية تانية. تمام؟ طيب السبية دي بنستعملها في إيه؟ السبية دي بنستعملها في إيه؟ ميرسي أندرو، ممكن تقعد مكانك اتفضلي يا جوي. بستعملها مثلا لما أكون عامل نار وعايز أطبخ على النار دي، فأروح عامل السبية وأفتحها كده أهو، وطالما فتحتها فهي بتبقى واقفة لوحدها، فممكن أعلق عليها الحبل، والحبل بيكون في آخره الطاسة أو الحلة اللي هطبخ فيها. طب أنا عايز أسألكوا سؤال، أنا قائد وكبير، تفتكروا كان ممكن أعمل السبية دي لوحدي من غير ما أندرو وجوي يساعدوني؟ لا طبعا. رغم أن أنا كبير وقائد من زمان قوي، أقدر أعملها؟ لا. هي الكشافة كده، مش ممكن حد يعمل حاجة لوحده، لازم كلنا نتعاون مع بعضينا علشان نقدر نعمل شغل حلو والشغل يكون كويس. والكتاب المقدس بيقول لنا في سفر الجامعة ان دايما اتنين احسن من واحد، عشان لو حد وقع التاني يقدر يساعده ويقومه. تمام؟ تمام. جاهزين؟ جاهزين. احسن ثبات. لا بس يا كوكي خليني اسمع الجرس بيرن. الو
الو ازيك يا جدو؟ وحشتني قوي قوي. انت وحشني خالص. ازاي حضرتك؟ ايه اديك فرصه تتكلم؟ طب ما انا اتكلم المكالمه دي وانت اتكلم المكالمه اللي بعدها. عامل ايه يا جدو؟ هات بقى هات بقى سلم عليه. بس بقى بس خليك اسكت انت بقى. احنا كويسين خالص يا جدو. انت عامل ايه يا قطعت؟ كفايه كده بقى هات بقى سلم عليه. يا كوكي استني انا اتكلم الاول وبعدين انت بتكلمي. ايوه يا جدو. يا ربي. طب يلا اتفضل اتكلم. الو ايوه يا جدو. ايه شفتي بقى؟ ايه اهو الخط قطع. عاجبك كده؟ ايه ده انا ما لحقتش اكلمه. ايه بقى؟ انا كنت عايز اساله سؤال مهم قوي في دماغي طول النهار. سؤال ايه ده؟ احنا عرفنا ان التعاون مهم مش كده؟ ايوه طبعا مهم. بس يعني في كل حاجه اتعاون مع اصحابي؟ كل حاجه. لا يا قطقط مش في كل حاجه. يعني مثلا يعني لو حد من اصحابك بيعمل حاجه غلط هتروح تتعاون معاه؟ اه انت كده فهمتيني صح. يعني لو كنا بنعمل مقلب في اصحابنا ولا بنضرب اصحابنا في المدرسه اتعاون معاهم برضو؟ لا طبعا يا قطقط. الكتاب المقدس قال في سفر الخروج لا تتعاون مع المنافق في شهادة زور، وده معناه اننا ما نتعاونش في الشر ابدا، ويكون التعاون كله في الخير. يعني ما حدش يجي يقولك تعالى ساعدنا نقول حاجة غلط في حق حد وتروح تساعده. فهمت يا قطقط؟ بس انا كده هبقى مش متعاون. واضح انك ما فهمتش حاجة خالص يا قطقط. يا قطقط ده يبقى اسمه تعاون في الشر، لانك بكده بتقول كلام غلط. اوعى يا قطقط تعمل كده بجد. لا 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 طبعا ما انا عارف التعاون يكون بس في الخير، التعاون في كل حاجة ترضي ربنا. انا بسألك بس يعني اشوفك عارفة ولا مش عارفة. استني يا كوكي الجرس بيرن. ده جدو. الو يا جدو. أصحابي وقت مهم جدا اللي بنقضيه معاكم في الفقرة المخصوصة للإيميل. الفقرة دي مهمة جدا لأن انتوا اللي بتعملوها، ولأنه كل أصحابنا اللي بيبعتولنا إيميلز هم أبطال الفقرة دي، عشان كده هي من أهم فقرات كل حلقة من حلقات كوكي وقتك. النهاردة معانا إيميل من جيجي من مصر. جيجي بقى بتحيي كل المشتركين في إعداد البرنامج وتقديم البرنامج، وبتقول إنها بتحب تتفرج عليه جدا. جيجي مش كاتبة سنها، لكن واضح انها كبيرة لانها بتفكر في نقط كده كبيرة، الاعداد والتقديم والتعب اللي ورا البرنامج. في ناس كتير قوي يا جماعة على فكرة بيتعبوا في برنامج كوكي وقتك. ناس كتير قوي يمكن انتوا مش بتشوفوهم، لكن بجد هم اللي يستاهلوا ان احنا نشكرهم. بشكرك قوي يا جيجي على محبتك، وبجد بنفرح قوي لما حد كبير شوية في السن، يعني مش من 8 ل 12 ولا من السن الصغير شوية ده بيتفرج علينا، لأنه بنحس أنه بجد في حاجة قيمة بتتقدم. ويا رب يكون اللي بيتفرجوا علينا بيقدروا يفيدوا كمان الأطفال اللي هما بيتعاملوا معاهم في أي مكان. معانا كمان جراسي وجلوري وديفيد، هما من أيرلندا وبيسلموا على طنط دينا. بشكركم قوي. وكوكي وقطقط وبيحبوا البرنامج قوي، بيقولوا أنهم بيحبوا يتفرجوا عليه. بعتين آية، الآية الحلوة اللي بتقول لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. بشكركم قوي على الآية الحلوة دي. الآية دي بجد لازم تكون شعارنا كلنا. كلنا لازم نكون حلوين قوي قوي، وبنعامل كل الناس بمنتهى المحبة علشان الناس تمجد إلهنا الذي في السماوات. لحد هنا خلصت الإيميلز اللي معايا النهاردة، لكن في كل حلقة هيكون معانا إيميلز جديدة. لو حابين أننا نقول أساميكم في الحلقات اللي جاية ابعتولنا على عناوين البرنامج اللي موجودة على مدار الحلقة على الشاشة. لسه من دقايق يا شباب كنت بحكي معاكم عن أنه برنامج كوكي وقطقط فيه فريق كبير قوي بيتعب علشان البرنامج ده يوصل لكم. التعب ده كله والفريق الكبير ده كله معناه أنه ناس دي بتتعاون علشان تعمل حاجة، وهو ده بقى موضوع سؤالنا النهاردة. ايه اهمية التعاون في حياتنا؟ انت كده قولنا من حياتك، شفت حاجة الناس بتتعاون فيها فبتطلع شكلها احلى؟ اتعلمت حاجة النهاردة في حلقتنا عن التعاون، فعرفت انه التعاون بيخلينا نوصل لنتائج احلى بكتير من لو عملنا الحاجة دي لوحدنا؟
يلا بعتولي بآرائكم كلها على عناوين البرنامج اللي موجودة على الشاشة على مدار الحلقة. شفتي يا قطقط لما تعاوننا مع بعض خلصنا كل عملنا بدري ازاي؟ مش كده وبس يا كوكي، لا كمان اتعلمنا اننا لما نتعاون مع بعض ما نقولش مين اشتغل اكتر ومين اشتغل اقل. ايوه فعلا، وبكده نقدر نعمل كل حاجه بمحبه مع بعض وما نتخانقش زي الصوابع. ايوه، عشان كل واحد فينا له فايده في عمله، ولازم نتعاون في عمل الخير وما نتعاونش مع اللي عاوز يعمل شر في حد او يأذي حد. صح يا كوكي، احنا لازم نصلي علشان كده. بص يا قطقط، انا هصلي علشان ربنا يخلي كل الاطفال في كل الدنيا تعرف معنى التعاون. وانا هصلي ان الاصحاب لما تتعاون مع بعض ما تقولش مين اللي عمل احسن من التاني، والناس كلها تتعاون مع بعض في عمل الخير. تمام، وانا كمان هصلي علشان كل الاطفال اللي عايشين في الصحراء في كل بلد في العالم. وهصلي كمان ان كل الاطفال تفهم زيي معنى التعاون. طب يلا بقى يا قطقط، قبل ما نصلي نقول لاصحابنا ايه؟ باي باي كوكي وقطقط. Cut!